شاركت مع المسرح في حلو في كرموس، شاركت مع التلفزيون في 66، شاركت مع واحد العدد ديال الاعمال، وطلعنا فوق خشبه وحده في حفلات هما هو مع التقدا وانا مع الثنائي. عرفت فيه فنان كبير تيبغي الميدان اللي كيدير وكيحترم الميدان ديالو، تيموت على الاغنيه الشعبيه وكيالف وكيلحن وكيدير جينيريك لبعض المسلسلات، ولكن الله يرحمه كان مهمش من الناحيه الاجتماعيه، لانه ما كانش عنده وكان كيجري على عائله. وانا من خلال هاد الكلمه كنوجه النداء ديالي للنقابه المهنيه ديال الفنانه، كنتوجه لهم هما والوصيه الوزاره الوصيه انهم يشوفوا هذا الرجل، ماشي حيت مات نواسيوه ولا نترحموا عليه ونجوا ندفنوه، لا، خصو نشوفوا اش خلى موراه، خصو نشوفوا اش خلى من الناحيه الاجتماعيه، خصو نشوفوا اش خلى والديه، اش خلى وليداته، واش عنده المراه، واش عندهم باش يعيشوا من القدام. ولنا كنعرف انا اللوز كان هو المعين الوحيد ديال العائله ديالو، وكانت من العائلة ديالو الصبر والسلوال، وإنا لله وإنا راجعون. ماشي خبر هذا كتلقى حاجة عادية كيف تلقينا الخبر ديال واحد المجموعة ديال الفنانة في واحد الشجرة، كل مرة كطيح منا ورقة. اليوم جات الورقة ديال محمد اللوز الله يرحمه ويوسع عليه ضيق هاد القبور.